إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد انتهاء إذا كان على المرأة قضاء من رمضان نعم فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها، هل يكون عليه كفارة مغلظة أم الحرمة خاصة برمضان؟ يقول هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها، إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها وصيامها تام، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة، لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، وأما من لم يجب حتى لو كان صائما في رمضان فليس عليه كفارة. مثال ذلك رجل مثلا ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام، وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله، فنقول نعم لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا قضاء اليوم، وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. انتبه لهذه النقطة، لا يستفتيك أحد معتمر في مكة جامع أهله في رمضان تقول يا الله عليك كفارة، أصحى من هذا. فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ فهمت كلامي ولا لا؟ فهمت كلامي ولا لا؟ زين. الجماع شف الكفارة ما تجب إلا إذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. طيب.